وفي لقاء خاص لأون لايف قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة في مؤتمرات الشباب الدورية تعد فرصة كبيرة للتواصل مع الشباب وإبراز النجاحات التي تقوم بها الوزارة وكذلك التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها. احنا بقى كقطاع بترول بننتهز هذه الفرصه طبعا بان احنا نكون متواجدين ايضا، لانه احنا كمان مشروعات البترول موجوده ايضا على مستوى كل المحافظات، وبالتالي بيبقى في مشاركات من شباب المحافظات دي سواء كانوا اللي بيشتغلوا في البترول او الشباب اللي مش معانا في البترول، وكمان او الشباب اللي معانا احنا اللي بيشتغلوا في القطاع، بحيث ان احنا يبقى في ايضا نوع من توصيل الرسائل المباشره، وبيبقى عندنا فرصه ان احنا نتكلم على التحديات اللي احنا فيها، التحديات اللي احنا مرينا بيها، والانجازات اللي احنا انجزناها، ورؤيتنا واستراتيجيتنا للفتره القادمه، وازاي ان في خطه وازاي في امل للشباب، وازاي ان احنا بنعتمد عليهم لبناء مصر الجديده ان شاء الله.